اول اتفضل. حاجه مهمه جدا أكيد. هنبارك طبعا، اكيد طبعا لازم نطلع نبارك، نطلع على تونس على طول ونبارك لكابتن اشرف عبد الفتاح ونبارك طاوله سيدات بالفوز النهارده 3-0 في فاينل البطوله العربيه واحراز المركز الاول على حساب نادي الزمالك. كابتن اشرف عبد الفتاح مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد حبيبي، الف الف مليون مبروك وصول الرجال للنهائي وفوز سيدات الاهلي بالبطوله العربيه، تقول ايه؟ الله يبارك فيك يا كابتن، والله الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا 9-0 مش 3-0 يعني ما شاء الله، ماتشات كل ماتش 3-0 3-0 3-0 الحمد لله، وعقبال الرجال بكره ان شاء الله. دي يعني حاجه مهمه جدا، احنا كنا نكسب البطوله العربيه في ظل انديه كبيره موجوده في البطوله العربيه والفوز على نادي الزمالك في المباراه النهائيه بنتيجه 3-0. البطوله دي كانت من اكثر البطولات المشاركه في عدد الفرق، وكانت قويه وكان فرق كتير جايبه لعيب محترف معاها او لعيبه محترفه معاها وهي جايه، والمنافسه كانت قويه والحمد لله احنا برضو نجحنا ان احنا نجيب لعيبه صينيه والحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا الحمد لله. كابتن اشرف قول لنا النهارده المباراه كانت ماشيه ازاي؟ الثلاث مباريات اللي كانوا عندنا كانوا ماشيين ازاي؟ نهال مشرف ودينا مشرف سوري واميره يسري والمحترفه الصينيه. الماتش الاول دينا مشرف كسبت فرح عبد العزيز 3-0 وكان الماتش اتجاه واحد الحمد لله. وبعد كده الصينيه كان اول ماتش قوي تلعبه في البطوله. لان احنا انت عارف في قرعه وبتجنب النمره واحد في الفرقه بالظبط بتجنبه وحاجات كده، كسبت ريما ريما 3-0 كويس. وبعد كده يسرى اشرف كسبت بنت اسمها سمر تقريبا من الزمالك كسبتها 3-0 الحمد لله. فالخير، وبكره عندنا الفاينل رجال مع نادي قطر القطري، وانا عارف ان هو برضه مدعمين بمحترفين، قول لنا كابتن اشرف استعداد للمباراه النهائيه بكره لفريق الرجال ايه؟ الفريق قطر القطري جايب محترف من ال 15 الاوائل على العالم، بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهنأدي مباراه قويه ونكسب ان شاء الله بكره يا رب. يعني ايه اخر كلام مع اللاعبين النهارده بعد المباراه سيمي فاينل ووصولهم للدور النهائي؟ قلت لهم ايه يا كابتن اشرف بعد المباراه عشان مباراه بكره؟ طبعا بعد ما خلصنا الماتش قعدنا معاهم وفعلناهم ان البطوله لسه ما خلصتش، مش معنى ان احنا كسبنا فريق البحرين، البحريني برضه فريق قوي جدا، احنا كسبناهم ان البطوله خلصت، لا لسه البطوله ان شاء الله بكره هتنتهي باخر بونت في الماتش. احنا عاملين حساب ان الماتش ده كويس قوي وربنا يكرمنا في ده ان شاء الله. كابتن اشرف الف الف مليون مبروك ودايما انجازات ودايما انتصارات، وهنكون معاك هنتابعك بكره باذن الله، وان شاء الله نبارك لك على المباراه النهائيه بكره باذن الله مع نادي قطر القطري. كابتن اشرف شكرا جزيلا ليك.